ساحة الذكر والبيان مع الكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يخلق عن كثرة الرد، من نطق به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا له أجر ومن هدى له هدي إلى صراط مستقيم. ونحن في أيام مباركة من شهر شعبان، ذاك الشهر المحبب للنبي المصطفى العدنان، والذي كان يكثر فيه من الصيام، فسئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شهر شعبان فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحن في هذا الشهر الكريم وفي ليلة مباركة هي ليلة الاثنين، ليلة ميلاد الحبيب المصطفى سيد الثقلين، وهي ايضا ليلة النصف من شعبان، فنسأل المولى الرحيم الرحمن ان يغفر لراحلنا الكريم وان يدخله فسيح الجنان. ونحن ايها الاعلام نشارك عائلات عبد الرحمن في ليلة تكريم راحلنا الكريم حاج محمد علي عبد الرحمن. نشارك الاستاذ علي محمد علي عبد الرحمن والحاج وفيق علي عبد الرحمن والسيد المهندس عصام علي عبد الرحمن، ونشارك ايضا اسرة الراحل الكريم سيد المهندس سمير علي عبد الرحمن، ونشارك ايضا السيدة النائبة الدكتورة مروى هاشم والسيد المستشار احمد بيك دياب، بل نشارك كل عائلات عبد الرحمن وكل عائلات قرية الزنكلون. فهيا بنا لنعود مرة اخرى الى ساحة القرآن ومع علم الاعلام نجم نجوم إذاعات القرآن، القارئ العالمي الذي ذاع صيته في العالم كله قارئا لآيات المولى الكريم، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، سفير مصر الدائم بصوته الندي وأدائه الشجي إلى ربوع العالم الإسلامي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. Oh,
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Thank you.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف وكان ذلك على الله يسيرا وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على للرجال نصيب مما اكتسبوا والذين قالت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما
السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا. احترم أباك الذي رباك في عهد الصغر، وأمك التي حملتك 9 أشهر بين المراضع والزجر، وإذا مرضت تبكي عليك بدمعك المطر، لما تيسر من آيات سورة النساء
المدنية والمتنزلة من رب الأرض والسماء على قلب الحبيب المصطفى سيد الرسل والأنبياء تلاها علينا قارئ من العظماء وتلا كما وصى سيد الأنبياء وكانت التلاوة لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية والتشريعية الكبرى. أمتعنا بتلاوتها فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد سفير مصر الدائم بصوته الندي وأدائه الشجي إلى كل ربوع العالم الإسلامي، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم الأسرة الكريمة عائلات عبد الرحمن، أسرة الراحل الكريم والقاضي الشرعي لقرية زنكلون حاج محمد علي عبد الرحمن، باسم الأستاذ علي محمد علي عبد الرحمن، وباسم الحاج وفيق علي عبد الرحمن، وباسم السيد المهندس عصام علي عبد الرحمن، وباسم أسرة الراحل الكريم السيد المهندس سمير علي عبد الرحمن، وباسم السيدة النائبة الدكتورة مروة هاشم، وباسم السيد المستشار أحمد بيك دياب، وباسم السيد المستشار محمد بلال، وباسم جميع أهالي قرية زنكلون نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. السيد المستشار والرجل الواجب في كل مكان سيد المستشار محمد بيك سليمان، السيد العمدة الحاج أحمد السيسي عمدة العمد وقاضي قضاة العرب، الأستاذ أحمد علوان الذي شرفنا نيابة عن السيد النائب أحمد البنا. أشكر أيضا لرجل الأعمال الدكتور أحمد الرشيدي ورجل الأعمال العقيد حسام خريبة، كابتن أحمد العزوني أستاذ عاطف الرفاعي، والمستشار مصطفى عاشور، السيد المستشار محمد عبد العال. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الإذاعية العالمية ومونت كارلو الإذاعات الخارجية هاج محمد الخولي وأولاده، العودة هي شرقية، الفراشة الفندقية الكبرى وفضل أعمال الفراشة بالجمهورية والمكملة والمجملة بإنارتها الذهبية، حاج محروس الصغير وأخير حاج سامي بالزقازيق. ونشكر أيضا واجبات الضيافة الفندقية المتر ميدو الدولي ببنيوس ومصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة على دائرة الإنترنت العالمية، مهندس ناصر صلاح. السادة الأحبة الكرام، هيا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن ونحن نشارك عائلات عبد الرحمن في ليلة تكريم راحلنا الكريم الذي رحل عنا في أيام مباركة وفي شهر مبارك في شهر شعبان، ذاك الشهر الذي هو محبب للنبي المصطفى العدنان، ذاك الشهر الذي ولد فيه
الإمام الحسين بن علي ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الشهر الذي حولت فيه القبلة إرضاء للحبيب المصطفى العتاب، وذاك الشهر الذي فيه ظهرت براعة السيدة عائشة من حديث الإفك المفترى. هيا بنا ونحن نشارك الأستاذ علي محمد علي عبد الرحمن، ونشارك أيضا حاجي وفيق علي عبد الرحمن، والسيد المهندس عصام علي عبد الرحمن، وأسرة الراحل الكريم سيد المهندس سمير علي عبد الرحمن، ونشارك أيضا السيدة النائبة الدكتورة مروة هاشم، ونشارك أيضا سيد المستشار أحمد بيك دياب، بل نشارك أيضا سيد المستشار محمد بيك جلال، بل نشارك جميع عائلات قرية الزنكلوت. هيا بنا لنستمع لقائنا.